السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة وطالبات الصف السادس كونكت 6، أهلا بكم مرة تانية في حل وشرح تدريبات كتاب استبهاد. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الدرس الرابع والخامس في الوحدة الأولى. طبعا عنوانه دنيا's email to her friend ليلى اللوكسر، طبعا بقولي إيميل دنيا لصديقتها ليلى في لوكسر. تعالوا يلا نشوف الكلمات بتاعتنا. أول كلمة معانا هي كلمة city center. city center، city center يعني وسط المدينة. The third floor, the third floor, the third floor معناها الطابق الثالث. Honey, honey, honey طبعا معناها عسل. In the distance, in the distance يعني من بعيد أو في الأفق. Scottish food, Scottish food بمعنى طعام اسكتلندي. Egyptian food, Egyptian food, Egyptian food حبيبي بمعنى طعام مصري. تعالى حبيبي يلا نشوف الاكسترا فوكابيلاري اللي هو مدهالي. Infographic, infographic بمعنى مخطط معلومات بياناتي. Squares, squares, squares يعني ميادين. Interesting, interesting معنى شيق أو مثير للاهتمام. Ride back soon, ride back soon يعني راسلنا قريبا. Egypt, Egypt, Egypt حبيبي بمعنى مصر. Scotland, Scotland, Scotland. Luxor, Luxor يعني مدينة لوكسور. The famous Edinburgh Castle, the famous Edinburgh Castle يعني قلعة إدنبرغ الشهيرة. The Meadows Park, the Meadows Park, the Meadows Park منتزه ميدوز. طبعا في الدرس ده حبايبي بيكلمني ازاي اكتب ايميل، وده طبعا كلام خدناه قبل كده كتير. طبعا حبايبي لما اجي اكتب ايميل طبعا في حاجات كده مسلم بيها لازم اكتبها في اي ايميل، منها from to subject. طبعا from ده يعني الايميل ده من مين، فانا بكتب عنوان بريد الالكتروني اللي انا باعت الجواب او باعت الايميل. طيب بعد كده to رايح لمين، فانا بكتب الايميل بتاع صديقي. بعد كده subject، subject حبيبي اللي هو الموضوع. تاني from يبقى ده sender's email، الايميل بتاع الراسل. To يبقى receiver's email، ده بريد الالكتروني للمرسل اليه، وخلي بالكوا بكتب بريد الكتروني مش بكتب اسامي. Subject اللي the title of the email يعني العنوان بتاع الايميل. طبعا هنا بعد ما خلص الحاجات دي حبايبي ببدأ اكتب الopening phrase اللي هي هاي والاسم، وطبعا ممكن اكتب هاي وممكن اكتب كمان dear واسم الشخص اللي انا برسل له الايميل. طبعا ببدأ بالتحية، جملة الافتتاحية how are things with you or how are you، يعني ممكن ابدأ بhow are you كيف حالك او how are things with you. طبعا ممكن ادخل في الايميل على طول وممكن اكتب طبعا I'm happy يعني انا سعيد. To send this email يعني انا سعيد ان انا ارسل الايميل ده. To you يعني انا سعيد ان انا ارسل لك الايميل ده. تاني I'm happy to send this email to you، طبعا حاجة ممكن اكتبها كمان بعد ما اسأل عن الاحوال. طبعا هنا بتقول I'm finally in Scotland، طبعا بقرأ الايميل ده كويس لان هستعين بيه في كتابة ايميل بعد كده. I'm finally in Scotland يعني انا اخيرا وصلت اسكتلندا. With mom, dad and honey مع ماما وبابا وهاني. It's really interesting دي شيقة جدا. Our apartment is in the city center، بتقول ان شقتنا في وسط المدينة. Just next to a really cool park called the Meadows جنب حديقة جميلة اسمها Meadows. It's on the third floor and the park is on the other side of the street، هي في الطابق الثالث والشقة على الجانب الآخر طبعا من الشارع. So we have a great view of the trees، عندنا طبعا منظر رائع للأشجار. People use the park a lot for sports and meeting friends، الناس بتستخدم الحديقة دي for من أجل، هنا مش a lot of يا حبيبي a lot، بيستخدموها كثيرا. وبعد كده قال لي for من أجل إيه، for sports and meeting friends. So there is always something to see there عشان كده دايما في حاجة تشوفها هناك. In the distance على بعد we can see the famous Edinburgh Castle too، ممكن على بعد كده نشوف قلعة إدنبرغ الشهيرة. I like Scotland، أنا حابب Scotland but there are lots of things I miss about Egypt، بس في حاجات كتير أنا أفتقدها في مصر. The warm sunny weather بتقول الطقس المشمس الدافي. It's never hot here، الدنيا هنا عمرها ما بتبقى حر. And especially the food، وخاصة الطعام. Scottish food is okay but Egyptian food is bitter،
يعني الطعام الاسكتلندي حبايبي على ما يرام، ولكن الطعام المصري طبعا افضل. For example، على سبيل المثال، For breakfast a lot of Scottish people eat porridge. بتقول ان ناس اسكتلنديين على الفطار بياكلوا البوريج. البوريج ده قال لي they usually make it with milk and they sometimes put honey on it. قال البوريج ده عصيدة او حساء الشعير، وده طبعا بيعملوه باللبن واحيانا بالعسل. But I don't really like it. بس بصراحة انا مش حباه. I really miss my favorite Egyptian breakfast. يعني انا افتقد الفطار المصري بتاعنا، فول مدمس، الفول المدمس. The people, الناس here هنا are nice and I have a lot of new friends at school. وانا عندي اصدقاء كتير في المدرسة. I often go to my friend Rona's house. بروح لبيت صديقتي رونا after school بعد المدرسة. We study together. بنذاكر مع بعض. And sometimes we watch TV. وأحيانا بنشاهد التلفاز in English. طبعا باللغة الإنجليزية. فبتختم بقى بتقول Please write back soon and tell me all the news from home. من فضلك اكتبي له قريب واخبريني عن كل أخبار بلدنا. وبعدين ختمت قالت lots of love. ممكن اقول لها see you soon. ممكن اقول لها best wishes. وبعدين السيجنيتشر التوقيع دنيا. تعال حبيبي كده بيقول لي an informal email is a message you write to friends or family. بيقول لي ان الايميل غير رسمي اللي انا ببعته للاصدقاء والاسره. an informal email should be friendly in tone. بيقول لي ان الايميل الغير رسمي ده المفروض ان هو يكون ودود في نبرته. Use informal language and include opening and closing phrases. وكمان بيستخدم لغة غير رسمية تتضمن عبارات افتتاحية وختامية. طبعا مديني انا حبايبي الopening phrase شكل هاي ليلى او دير ليلى، الclosing phrase الجملة الاختتامية شكل lots of love، a question to reader يعني سألتها سؤال لها how are things with you، a request to reader وطلبت منها طلبت لها please write back soon في الاخر، informal expressions يعني تعبيرات غير رسمية شكل a really cool park. A really cool park. تعالوا حبايبي نشوف اول تمرين من دهولي وهو سؤال التوصيل. بيقول لي people use the park a lot for. بيقول لي ان الناس بتستخدم الحديقة دي من اجل ايه؟ اكيد for sports يعني من اجل الرياضة and meeting friends ومقابلة الاصدقاء. number two بيقول لي Scottish food is okay but. بيقول لي ان الطعام الاسكتلندي جيد ولكن اكيد طبعا Egyptian food is better يعني الطعام المصري افضل. number three بيقول لي the people here are nice and. بيقول لي ان الناس هنا كويسين and اكيد and I have a lot of new friends وعندي اصدقاء كتير تبقى F. تعال نشوف number 4 بولي what does she miss about Egypt يعني هي بتفتقد ايه بخصوص مصر. اكيد طبعا بتفتقد the weather and the Egyptian food يعني بتفتقد الطعام الصحي الطعام المصري وكمان الطقس المصري. تعال نشوف number 5 بولي please write back soon and اكيد and tell me all the news from home وقول لي عن كل الاخبار عن وطننا. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال التاني. عندنا كلمة floor طبعا يعني طابق او ارضية. عندنا كلمة apartment طبعا يعني شقة. عندنا كلمة view يعني منظر. عندنا كلمة street بمعنى شارع. وعندنا كلمة sports بمعنى رياضات. تعال نشوف بقى بيقول لي I'm finally in Scotland. انا اخيرا في اسكتلندا. Our A is in the city center. طبعا اكيد our apartment. قلت apartment حبيبي بمعنى شقة يعني الشقة بتاعتنا في وسط المدينة. It's on the third what اكيد in the third floor يعني في الطابق الثالث. وخلي بالك الطابق بتاخد حرف الجر on. And the park is on the other side of the يعني في الجانب الاخر من ايه اكيد of the street يعني الجانب الاخر من الشارع. So we have a great A over the trees. اكيد a great view. يعني عندنا منظر رائع على الاشجار. People use the park a lot for so many things. So there is always something to see there. بيبقى في حاجات كتير تشوفها هناك. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الترتيب. عندنا are وعندنا have وعندنا with وعندنا things we you. اكيد طبعا دي الافتتاحية او السؤال الافتتاحي. How are things يعني الاخبار. How are things with you؟ ايه اخبارك يعني.
تعال نشوف number 2 بقول apartment our is the city in center اكيد هقول our apartment يعني الشقة بتاعتنا is in the city center يعني في وسط المدينة. تعال نشوف اللي بعدها number 3 بقولي have we view a great over the trees اكيد هقول احنا عندنا يبقى we have طبعا حوصف المنظر بانه great يبقى a great view over the trees على الاشجار. تعال نشوف number 4 بقولي use for the park meeting friends people طبعا اكيد الناس بتستخدم الحديقة دي لمقابلة الاصدقاء يبقى هقول people الناس use استخدم the park يعني بتستخدم الحديقة for من أجل meeting friends من أجل مقابلة الأصدقاء. تعال نشوف يلا number 5 بقول people porridge Scottish love eating يبقى أكيد طبعا Scottish people يعني الناس الاسكتلنديين love Scottish people sorry يعني الناس في اسكتلندا love eating porridge. تعال نشوف يلا number 6 بقولي have I of friends new a lot طبعا اكيد حقول ان عندي اصدقاء كتير جداد يبقى حقول I have a lot of new friends يعني انا عندي اصدقاء كتير جداد. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الترقيم بقول I'm finally in Scotland طبعا الاي كابيتال لانها في اول الكلام الابوستروفي ام حبايبي finally in طبعا اسكتلند اسم بلد فبالتالي لازم الاس تبقى كابيتال وفي الاخر طبعا فلسطوب بقول what does she miss about Egypt طبعا what w كابيتال حبايبي does she miss about Egypt طبعا الاي كابيتال عشان دي اسم بلد وفي الاخر طبعا question mark عشان ده حبايبي سؤال. تعالوا حبايبي يلا نشوف number 3 بقول she lives in London the capital of England طبعا she is capital عشان في اول الكلام lives in London طبعا ال capital عشان دي اسم بلد the capital of England طبعا الاي بتاعت England capital عشان ده اسم دولة وفي الاخر حبايبي فلسطوب. تعال نشوف اللي بعدها number 4 بقول what's your favorite subject نهلة يبقى what طبعا ال W عشان في اول الكلام الابوستروفي اس حبايبي your favorite subject نهلة طبعا ال N capital عشان ده اسم شخص في الاخر question mark حبيبي عشان ده سؤال. تعال نشوف يلا number 5 بقولي I eat Scottish food but Egyptian food is better ال I طبعا capital عشان في اول الكلام eat Scottish ال S طبعا حبيبي هتبقى capital عشان دي جنسية Scottish food but Egyptian نفس الكلام ال E capital عشان دي جنسية food is better طبعا في الاخر احط في الستوب لان دي جملة عادية. تعالوا يلا حبايبي نشوف الايميل اللي هو مديهولي بقول write an email of 50 words to your friend Hani tell him about your new life in England write back two things that you miss about Egypt your email address is faris@gmail.com and your friend's email address is hani@yahoo.com طبعا بقى تعال نطبق الكلام اللي احنا قلناه طبعا from اكيد هكتب from فارس يعني من فارس @gmail.com ده الراسل طب to mean اكيد to hani @yahoo.com طب السبجكت اكيد هقول my new life in England يعني
حياتي الجديدة في انجلترا. طبعا حبيبي هبتدي الايميل شكل ما قلنا بهاي خلاص، واسم الشخص اللي انا باعت له الايميل، يعني هقول هاي هاني، يعني اهلا يا هاني. وبعدين هبدأ اسأله ايه الاخبار، فهقول له how are things، يعني ايه الاخبار. وممكن اقول how are things with you، I'm happy، يعني انا سعيد. to send you this email، يعني انا مبسوط ان انا بعت لك الايميل ده. I would like، يعني انا اود. to tell you، يعني عايز اقول لك. about، عن my new life in England، يعني انا عايز اقول لك عن حياتي الجديدة في انجلترا. هقول له ان احنا عايشين في لندن. we live in London، يعني احنا عايشين في لندن. it's the capital of England، دي عاصمة انجلترا. we have an apartment، يعني عندنا شقة. in the city center، في وسط المدينة. it's on the fifth floor، يعني هي في الطابق الخامس. we live near a park، عايشين بالقرب من حديقة. it's on the other side of the street، يعني على الجانب الآخر من الشارع. we go there، يعني احنا بنروح هناك. and meet، وبنقابل our friends، أصدقائنا. لندن، يعني مدينة لندن، has a lot of restaurants، يعني فيها مطاعم كتير. the English food، يعني الطعام الإنجليزي. is okay، but I miss، يعني أنا أفتقد. the Egyptian food، يعني أنا بفتقد الطعام المصري. I also miss، يعني أنا أفتقد أيضا. the beautiful weather in Egypt، يعني الطقس الجميل في مصر. please write back and tell me about our home، يعني اكتب وقول لي عن بلدنا. وشكل ما تعودنا هكتب lots of love. yours، وطبعا اسمي انا اللي انا باعت الايميل. مين؟ هتقول لي فارس، يبقى هكتب تحت فارس.
وبكده يبقى انا كتبت ايميل جميل جدا وبسيط وكمان منسق. تعالوا يلا حبايبي نشوف التست بتاع الازهر. بيقول لي many forest plants trees in the middle of our, اكيد in the middle of our cities يعني في منتصف المدن. بيقول لي these special green areas help people enjoy, اكيد enjoy nature تخلي الناس تستمتع بالطبيعه. they look after trees until they become a small, اكيد small forest يعني لغايه ما تبقى غابة صغيرة. تعالوا يا حبايبي نشوف السؤال الثاني. local residents, قلنا local residents اللي هم سكان محليين. عندنا طبعا حبايبي كلمة view يعني منظر, عندنا كلمة park يعني حديقة, وعندنا كلمة apartment يعني شقة. طبعا سمير بيكلم وائل بيقول له how are you وائل, I am well and New York is great, do you like your a there, اكيد do you like your apartment يعني هل انت حابب الشقة بتاعتك هناك. قال له yes so much, our apartment is on the 16th floor so we have a great, اكيد view منظر جميل. what can you see from your balcony, تشوف ايه من البلكونة. I can see the high line. what is it, قال له it's a big long, اكيد park يعني حديقة طويلة كبيرة in New York. تعالوا نشوف يلا السؤال الثالث. بيقول لي uncle حسين A to his work by bus. قلت حبيبي ظرف التكرار لازم يجي قبل الفعل فبالتالي دي خطأ. بقى usually go usually goes الاثنين مضارع بسيط يبقى لازم ارجع لانكل حسين المفرد فبالتالي هقول usually goes. تعال نشوف number 2. بقولي how he does he play basketball. طبعا هنا حبيبي قلت بسأل عن عدد المرات بكلمة how often. تعالوا يلا نشوف number 3. بقول لمستر سمير ايه helpful. تقولك حبيبي ظرف التكرار بيجي قبل كل الافعال ما عدا verb to be هو اللي يجي الاول. طبعا مستر سمير ده مفرد فبالتالي هقول is always. تعال نشوف number 4. بقولي I go out with my friends twice. قلنا a week, و a week هنا معناها في الاسبوع. تعالوا نشوف يلا القطعة بتاعتنا. بقول مريم works in a community garden شغالة في حديقة مجتمعية. the people who work there are all volunteers from the neighborhood. they grow vegetables to eat and sometimes they sell them in the market too. they usually plant tomatoes, peppers, onions, lettuce. بيزرعوا طماطم وفلفل وبصل وكمان خس. things people eat all the time حاجات الناس بتاكلها طول الوقت. sometimes they also plant fruit trees بيزرعوا اشجار فواكه. this year they have lemons عندهم ليمون and dates وكمان تمر او بلح. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال الاول. بقول مريم works in a community طبعا in a community garden. تعال نشوف number 2. بقول the people who work there are all طبعا كلهم volunteers متطوعين. بقول what vegetables do they usually plant يعني ايه الخضروات اللي هم بيزرعوها. قلنا حبايبي ان هم بيزرعوا tomatoes طماطم peppers فلفل onions بصل and lettuce طبعا اللي هو الخس. تعال نشوف number 4. بقول what fruit trees do they have this year طبعا ايه اشجار الفاكهه اللي عندهم. طبعا هقول lemons ليمون and dates ليمون وتمر. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الترتيب. عندنا grow eat to we vegetables اكيد هقول we grow يعني احنا بنزرع vegetables يعني خضروات to eat لكي ناكلها. تعال نشوف number 2. friends how often you see you do طبعا هسال بها how often اللي هي كم عدد المرات. بعد كده هجيب الفعل المساعد بتاعي do والفعل بتاعي you وبعدين الفعل الاساسي see يبقى how often do you see وبعد كده هجيب your friends يعني كم مرة بتشوف اصدقائك. تعال نشوف number 3. بيقول لي do at شم النسيم usually do what you طبعا عايز اقول ماذا تفعل في شم النسيم يبقى what do you usually do at شم النسيم. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال البنكتويشن. no I don't want to go to the club on Monday طبعا هنا الان هتبقى كابيتال عشان في اول الكلام بعدها كومة بعد كده الاي كابيتال. don't want to go
to the club on طبعا Monday. الام كابيتال عشان اسم يوم وفي الاخر حبايبي فول ستوب. تعالوا نشوف حبايبي يلا التست اللي هو مديهولي على الوحدة الاولى. بيقول لي هنا ايه: in the countryside there lives a giant who has a wonderful garden. اكيد in a village يعني في قرية. in his garden في الحديقة بتاعته there are tall اكيد tall trees يعني اشجار طويلة. every year the local children come to play in the giant's garden. قلنا كانوا بيروحوا يلعبوا بعد المدرسة يبقى every afternoon يعني بعد الظهر. تعالوا حبايبي يلا نشوف number 2. بيقول لي listen and complete the sentences. بولي the A garden is a big green space on the roof of an apartment block. طبعا اسمها community garden يعني الحديقة المجتمعية. The people who work there are all volunteers from the اكيد neighborhood. neighborhood طبعا اللي هي الحي السكني. تعال نشوف number 3. بولي they grow it to eat. اكيد they grow vegetables يعني بيزرعوا خضروات عشان ياكلوها. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال الاختياري. بيقول لي she a to the club. قلنا حبايبي ظرف التكرار بيجي قبل الفعل يبقى goes usually غلط و go usually غلط. يبقى قال usually goes و usually go يبقى لازم ارجع لشي اللي بتاخد فعل في اس يبقى usually goes. number 2 بيقول لي we go to Alexandria once. اكيد a year وان اهينا بمعنى في او كل. تعال نشوف number 3. بيقول لي how a do you work in the community garden. قال لي every weekend يبقى السؤال عن عدد المرات بـ how often. تعال نشوف number 4. بيقول لي my parents a angry with me. طبعا قلنا ظرف التكرار بيجي قبل كل الافعال ما عدا verb to be والparents جمع ياخدوا ار يبقى هقول ار rarely. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال التوصيل. بيقول لي in the garden there are اكيد there are birds singing in trees يعني فيه طيور بتغني في الأشجار. بقولي there are lots of different restaurants here يعني في مطاعم كتير هنا. أكيد هقول but the food doesn't taste like the food at home. لكن الطعام مش شكل الطعام اللي موجود في بلدنا. number 3 بقولي we need more volunteers. احنا محتاجين متطوعين أكتر. أكيد to join the mini forest organization عشان يلتحقوا بالميني فورست اورجانيزيشن. تعال نشوف نمبر 4. بيقول لي do you want to come to my house. تحب تيجي بيتنا. اكيد هقول thanks شكرا but I always help my aunt on Fridays. تعال نشوف نمبر 5. بيقول لي people use the park a lot for الناس بتستخدم الحديقة كتير من اجل ايه. اكيد for sports and meeting friends يعني للرياضات وكمان مقابلة الأصدقاء. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال القطعة. بقولي the great forests of the world are very important. طبعا الغابات الكبيرة اللي موجودة في العالم دي مهمة جدا. these forests are like oceans of trees. لكنها كده محيطات من الأشجار. they are full of thousands of different kinds of plants and animals. يعني هي مليئة بآلاف الأنواع من النباتات والحيوانات. however مع ذلك we are cutting down the trees because we need wood. احنا بنقطع الأشجار دي عشان الخشب. and we need more land for food. محتاجين كمان أرض أكتر للأكل. so the world's forests are getting smaller. الغابات دي بتصغر. if these forests are cut down لو الغابات دي اتقطعت a lot of plants and animals will disappear. كتير من الحيوانات والنباتات دي هتختفي. كلمة disappear حبايبي بمعنى تختفي. from the world the land will look like deserts. الارض هتبقى كأنها صحراء. crops will not grow there. طبعا المحاصيل مش هتنمو هناك. the weather will get very hot and the climate of the world will change. والمناخ بتاع العالم هيتغير. تعالوا نشوف يلا اول سؤال معانا. بيقول the opposite of the word more. عكس كلمة more. more دي يعني اكثر. طبعا عكسها less و less دي معناها اقل. بيقول the world's forests are getting ايه. طبعا الغابات دي اللي بيحصل لها قال لي بتصغر. تعال نشوف نمبر 3. بيقول لي what does the underlined word they refer to. يا ترى they دي عايدة على ايه. اكيد عايدة على الفورستس الغابات. تعال نشوف نمبر 4. بيقول لي what will happen to the climate if the forests or these forests disappear. طبعا هو كتب له هو climate of the world will change. طبعا المناخ بتاع العالم هيتغير. دي طبعا نمبر 4. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب. بيقول لي
do things grow what you. طبعا اكيد هسأل اقول what things يعني ايه الاشياء, do you grow يعني ايه الاشياء اللي انتو بتزرعوها. تعال نشوف number two, بقول a lot of does vegetables your produce garden. طبعا هسأل اقول does يعني هل, your garden يعني هل حضرتكم مالها اللي produce يعني بتنتج a lot of vegetables كثير من الخضروات. تعال نشوف number three, lives family Wales atoll in building. طبعا اكيد حقول Wales family يعني اسرة وائل, lives يعني بتعيش, in يعني في, atoll building يعني في مبنى طويل. تعال نشوف سؤال punctuation بيكلمني بيقول لي are Dina and Yasmin good at planting trees. طبعا الـ A هتبقى كابيتال عشان في اول الكلام, دينا كمان عشان اسم شخص, ياسمين حبايبي الواي عشان برضو اسم شخص, وفي الاخر طبعا هحط question mark عشان ده سؤال. يبقى الـ A بتاعت R, D بتاعت دينا, الواي بتاعت ياسمين, وكمان الـ question mark. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. طبعا واللي مش متابعني من الاول هيدخل على صندوق الوصف هيلاقي كل الحلقات اللي فاتت, شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد, واستنونا في الوحدة التانية ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.